اهلا بكم، معكم هيثم طلحه مسؤول الحمله الاعلاميه لمنصه جو تشاينا اونلاين، اول منصه الكترونيه تربط ما بين التجار والمستوردين الناطقين بالعربيه في جميع انحاء العالم، وما بين المكاتب والشركات والمصانع العربيه المقيمه في الصين. كيفيه الاشتراك للمكاتب والشركات والمصانع العربيه المقيمه في الصين في منصه جو تشاينا ليقوموا بعرض منتجاتهم وبضائعهم إلى التجار والمستوردين العرب الناطقين بالعربية في جميع أنحاء العالم. أولاً يمكنك زيارة الرابط المرفق في منصة جو تشاينا أونلاين، وأيضاً التواصل مع خدمة العملاء لتقوم بالتسجيل ورفع المنتجات الخاصة بشركتكم أو مصنعكم هنا في الصين، ثم آليات وعقد الاشتراك في المنصة لتقوم بعرض منتجاتك إلى التجار والمستوردين العرب إلى أكثر من 300 مليون ناطق بالعربية في جميع أنحاء العالم. أيضا هذه دعوة لكل التجار والمستوردين العرب القدامى والجدد، كل من يبحثون عن فرص تجارية في أخذ وكالات، في شراء ماكينات وخطوط إنتاج، في شراء بضائع نهائية الصنع أو نصف مصنعة، في أيضا الترتيب لزيارة إلى الصين. ندعوك للتواصل وندعوك إلى زيارة منصة جو تشاينا أونلاين www.gochinaonline.com. تقدر تتواصل مع أكثر من 2000 إلى 3000 مكتب وشركة ومصنع عربي يتكلم بنفس لغتك، يستطيع التواصل معهم بمنتهى المرونة والسهولة، فيهم قدر كبير من الأمانة والسلامة. تستطيع عبر زيارتك إلى المنصة والتصفح في جميع أنحاء منصة جو تشاينا أونلاين لتستطيع التواصل مع الشركات والمكاتب المتخصصة في البضائع التي تبحث عن شرائها أو استيرادها من الصين. أيضا تستطيع الشراء أو ترتيب زيارات لزيارة كثير من المصانع الصينية عبر هذه المكاتب الوسيطة أو الشركات العربية المقيمة في الصين لتحقيق سبل الأمان وسبل التيسير في التواصل مع السوق الصيني والمورد الصيني والبائع الصيني والمصنع الصيني، أكبر سوق مصنع على مستوى العالم وهو السوق الصيني. نتشرف بزيارتكم جميعا لمنصة جو تشاينا أونلاين www.gochinaonline. نراكم في كل ما هو جديد، وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.